بسم الله الرحمن الرحيم اخواني واخواتي الله يسعد مساكم يا رب ويعطيكم الصحه والعافيه الان تمرين موجود معنا في بيج 25 يعني بصفحه رقم 25 من كتابكم دوسيتنا انا الان موجود بصفحه رقم 78 ممتاز الان حنحكي هون عن شيء اسمه مصطلحات وافعال مركبه الان في اللغه الانجليزيه اخواني في شيء اسمه مصطلحات وفي شيء اسمه تعابير وفي شيء اسمه phrasal verbs اللي هي ايش اللي هي الافعال المركبه هذول اخواني موجودين معنا السنه هاي والتوجيهي كمان بيجونا يعني في من الكلمات اللي رح نتعلمها اليوم موجوده في التوجيه فشوف ما اجملها لما نحفظهم صح اليوم في التوجيه راح ارتاح شوي من حفظهم لانه بيكون عندنا شغلات كثير لازم نحفظها فالان شوفوا شو عملت لكم عشان تشتغلوا معي بشكل صحيح اكيد الان واحنا بنحضر الفيديو راح نوقفه بعد ما اشرح الشيء اللي موجود على اللوح على اساس انه ايش الطالب ينقل الملاحظات اللي عليه ويخلص هذا الشيء اللي وراي بعدها ننتقل للتمرين اللي بعده في عندنا في اللغه الانجليزيه الان شيء اسمه collocation متلازمه لغويه الان collocation اللي عندي هون طبعا انت المسميات ما بهمونا، انا بحب احكيهم لانه ممكن في بعض الطلاب بيهتموا بالشغلات هاي، بس ما مش مش لهم اهميه كثير. الان take place take a place هذا اللي هون معناها يحدث. take a place معناها يحدث. فلما اقول انا take a place يعني يحدث، طب ايش معناها بالانجليزي يا احمد؟ كلمه يحدث معناها بالانجليزي بتيجي بمعنى happen. happen happen بمعنى يحدث فالآن في بعض الأحيان لما نيجي نكون نكتب موضوع تعبير الآن بدي أستعمل كلمة يحدث إذا كتبت happen صح والله العظيم صح بس أجمل وأرقى إذا شلت كلمة happen وحطيت take a place القارئ راح يستمتع راح يقول عمي هذا كاتب مش مزحة تمام فبالتالي take a place تحل محل happen فبكرة لما نبلش نكتب موضوع تعبير إن كان السنة هاي ولا في التوجيه لما أطلب منكم إذا خطر في بالك بدك تكتب كلمة هابن استعمل محلها مين تيك بليس بتكون أرقى وأجمل وبتحصل على علامة أحلى من إيش من غير في عندي إشي اسمه help out هذا اللي هون اسمه phrasal verb الآن phrasal verb عبارة عن فعل مع حرف جر الآن help out help out بمعنى يساعد يشارك حسب سياق الجملة طبعا يساعد أو يشارك هسه في النص اللي راح نشتغل عليه جايه بمعنى يشارك ايش يعني يشارك في اللغه الانجليزيه اللي هي كلمه participate 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 والكلمه مش قليله هاي مش قليله فالان اخواني واخواتي كلمه participate اذا كنت انا عم بكتب برضه موضوع تعبير موضوع انشاء وبدي استعمل كلمه participate مو غلط اني استعمل phrasal verb لانه كثير من المصلحين وفي الوزارة بيحكوا لنا ركزوا على الأمور هاي فلما أجي أنا أركز على مثلا طالب كاتب لي participate حلو بحط صح لما أشوفه كاتب help out محل participate ومستعمل شغلات كثيرة زي, زي هيك في التعبير بعطيه علامة أدسم أحلى لأنه إيش؟ لأنه عنده لغة إنجليزية أقوى فبالتالي help out هي نفسها نفس مين؟ نفس كلمة participate جماعة الكاتشب والمايونيز في عندنا catch up with catch up with catch up with كلها هاي مع بعض اخواني حكينا الكاتش اب وذ في الانفيتيشنز اللي اشتغلنا عليهم الدعوه في التمرين الفيديو اللي قبله حكينا انه لما اجي اقول لواحد كاتش اب with you الان المقصد فيها انه نعرف شو اخبارك في سواليف كثيره بيني وبينك بدي اشوف شو عملت شو سويت انا من زمان مش سامع عنك من زمان مش شايفك فلازم نعمل كاتش اب انا وياك تمام الان catch up with لما أقول catch up with معناته أنا بدي أقعد مع واحد وأستبدل معلومات أخذ وأعطي معاه أخبره عن أخباري خبرني عن أخباره حلو إيش يعني أخذ العطاء هاي استبدال اللي هو إشي اسمه exchange exchange اللي هو أتبادل إما الأخبار أو المعلومات فالآن أنا ممكن أجي مثلا أكون أحكي أقول والله معلم كيفك شو اخبارك؟ والله من زمان عنك، تعال خلينا اكسشينج انفورميشن ونيوز. حلو صح راح يفهم علي. بس يا الله ما اجملها لما اجي اقول له ايش؟ هي hey مان كيفك شو اخبارك؟ امورك تمام؟ ليتس ايش؟ ليتس كاتش اب توجذر. اختصرتها أحلوت الجمله وبينت اني انا ايش؟ فلتة بالانجليزي، فبالتالي اخواني واخواتي كاتش اب وذ الان معناها exchange news and information get out of الآن get out of برضو هذا كمان phrasal verb بمعنى أني أتجنب أتجنب يعني الآن avoid بمعنى avoid avoid بمعنى يتجنب الآن get out of الآن برضو إيش أتجنب أو أتخلص بيجي معناها كمان أني أخلص حالي من مشكلة معينة أو إشي معين أو ظرف معين أنا وقعت فيه الآن look forward to look forward to جماعة الأول ثانوي تذكروها السنة الجاية الفصل الثاني look forward to راح نشوفها في الرسائل مع بعض ديروا بالكم look forward to معناها أنا متشوق إلى متشوق إلى رؤيتك متشوق إلى السماع منك متشوق إلى الذهاب معك بغض النظر عن نوع التشوق معناته أنا متشوق يعني أنا متحمس متشوق يعني أنا متحمس معناته very excited about إشي معين طبعا very excited يعني كثير متحمس على على السماع صوتك على رؤيتك على الذهاب معك فبالتالي very excited about هي نفسها look forward to مين أقوى الجهة اللي هون يا أخوان اللي أقوى في عندي look someone's up لأن look someone's up أني أتواصل مع حدا معين look someone's up أتواصل مع حدا معين ألاقيه عشان أحكي معاه أبحث عنه عشان إيش أحكي معاه فالآن بدي أتواصل معه فمعناته to make contact with إني أعمل تواصل مع شخص معين أعمل تواصل مع شخص معين الجماعة اللي بتحب تطور من إنجليزياتها الآن بمواقف معينه مثلا التقيت انا وياكم تمام فاه احمد كيفك شو اخبارك يا عمي خلينا على تواصل فشو بقول لك لوك مي اب لوك مي اب لاحظ انه سم هذا هذا متغير سم متغير لوك احمدز اب لوك محمد اب لوك مي اب الان شو يعني لوك مي اب يعني ابحث عني على الفيسبوك مثلا لوك مي اب اون فيسبوك لوك مي اب اون فيسبوك طيب لوك مي اب يعني ابحث عني عشان تعمل لي لايك ويصير في تواصل بيننا صح؟ معناته انت عم تعمل ميك كونتاكت عم تعمل طريقه من طرق التواصل بيني وبينك بغض النظر كانت اتصال هاتفي متابعه على صفحات السوشيال ميديا شو ما كان يكون الان هذا الشيء المقصود فيه. طيب ممتاز بعد ما عرفنا الشغلات هاي بيجي لي تمرين هون شو مسوي؟ كاتب لي فقره معينه ومستعمل فيها المعاني اللي تعرفنا عليهم وبيحكي لي غير المعنى وحط لي يا فريزل فيرب مناسب يا اللي هو مثلا اكسبريشن مناسب يا كالوكيشن مناسب من الشغلات اللي تعلمناها اللي كانوا في القائمه اللي هون طبعا حسب المعنى راح احلل نلقطها والحلو في الموضوع هو حاط لي تحتهم قط الان هابن الان هابن هاي بايش استبدلها تيك بليس اذا هاي بدها تصير تيك بليس ممتاز الان بعد اللي هو take a place في عندي الان الان participate participate تحت خط participate كانت معنى كلمة مين كانت معنى help out help out ممتاز الان باجي بطلع بكمل قراءة رقم ثلاث بيحكي لي exchange news and information with you لان exchange news and information with you معناته هاي لها دخل up لان catch up الآن with you catch up with you الآن في عندي كلمة avoid بعدها avoid قلنا لمين هاي avoid إلها دخل ب get out of get out of فبقول له get out of بعدها بحكي لي very excited about very excited about كانت معنا شو معنا look forward to look forward to To. حلو الآن make contact with اعمل تواصل معك معك انت make contact with ايش كانت؟ الآن look someone's up الآن بتصير look تمام حكينا someone's هذا متغير الآن up ايش مع مين عم بحكي معك انت معك فبالتالي look you up هيك بتصير look you up تذكروا يا اخواني واخواتي الان look you up لانه المتغير الان someone's هذا متغير حسب مين ابحث عنك ابحث عنها ابحث عنه الان هذا اللي هون بتغير اللوك مكانها ثابت الاب مكانها ثابت معناه انا ببحث عن مين ببحث عنك معناته لوك يو اب ببحث عنه معناه لوك هيم اب ضمير مفعول به ضمائر المفعول به لوك مي اب مي معناه أنا بس ضمير مفعول به look you up اليو هاي ضمير المفعول به look him look her look them وقس على ذلك طيب ممتاز هيك يا اخواني بنكون الان انجزنا شغل منيح من الوحده وصراحه التمرينات اللي حليناها بالثلاث اربع فيديوهات الماضيه كانوا كثير ممتازين يعني ليش ممتازين لانه انا في مادة التوجيه لما أشرحها لطلابي الأفكار هاي موجودة غاد المصطلحات اللي تعلمناها والمعاني اللي تعلمناها برضو كمان موجودة غاد فبالتالي طالبي الآن بلش عم يستفيد الطالب يا إخواني صلوا على رسول الله طالب ببحث عن تأسيس لمنهاج التوجيهي إخواني تأسيس منهاج التوجيهي ما بده تأسيس تأسيس منهج التوجيه هو التزامك معي في الأول ثانوي إذا أنت أبدعت وتمكنت من الأول ثانوي كن على يقين التوجيه سهل, سهل. الآن أوكي صح راح أعطي مادة التأسيس في التوجيه بس مادة التأسيس اللي راح أعطيها للطالب اللي درس معي السنة هاي شو حتكون حرفيا ليش مر عليه دارس فيها هيها كلها موا... كل مادتنا اللي هون مبعثرة المعلومات فيها بكل الوحد إحنا يوم التأسيس بنلمهم بنحطهم مع بعض بدوسية طب ما هي نفس اللي عم ندرسها هون بس على على شكل اوسع طبعا هون قواعد ادسم لانه نفس القواعد رح نشوفها بالتوجيهي يعني ان شاء الله خير وهدات بال الوحده اللي بعدها رح نبدا في ايش في درس الباسيف فويس المبني للمجهول طبعا رابطينه في ايش في زمنين فقط انا ما راح اشرح لك اياه في زمنين انا بدي افهمك كل الازمنه حرفيا وباسرع وقت وبابسط طريقه ممكنه في حياتك ما راح تشوفها وحتشوفوا قولوا احمد ما قال فبالتالي اخواني التزام صدقوني هو مفتاح النجاح فاستمروا معنا ادرسوا اول باول اهم شيء الحمد لله رب العالمين علاماتكم شيء بيرفع الراس وبشكركم على كل المسجات الحلوه اللي عم تبعثولي اياها والله العظيم عم بحاول ارد على المسجات اول باول ويا دوب ملحق فالحمد لله رب العالمين شكلي بدي اشغل لي خمسه اد يشتغلوا معي يمسكوا التليفون على اساس انه نقدر نرد على المسجات ونلحق الان كل شيء اول في اول بس عن جد الله يعطيكم العافيه موفقين يا طلابي بدي همتكم انا حدعمكم حتى نهايه سنه التوجيه باذن الله بظهركم وباذن الله ما بتخلى عنكم لكن كمان بدي اياكم انتم ايش الان دائما تعطوني حماس قوي بعلاماتكم بمشاركتكم معي بدعمكم معي وان شاء الله ما يكون غير اللي هو مكتوب لنا كل خير باذن الله تعالى الله يعطيكم الصحه والعافيه اخوكم وصديقكم واستاذكم وان شاء الله تكونوا دكاتره معي باذن الله احمد الثلجي الله يعطيكم الصحه والعافيه واشوفكم في الفيديو اللي بعده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته